صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: عندنا خارج هذه البلاد إذا مات أحد حضر الناس ويرفعون أيديهم للتعزية بقراءة الفاتحة سرا وهو المتعارف عليه، فهل يجوز لي أن أرفع يدي معهم وأدعو للميت دون قراءة الفاتحة؟ لأنه إذا لم أرفع معهم يداي وقعت معهم في مشكلة. لا تشاركهم في البدعة، هذا بدعة، رفع الأيدي بقصد الدعاء للميت، يدعى للميت بدون رفع يدين، يدعى له بدون رفع يدين وبدون وقت محدد، وبين لهم، عرفهم بهذا. نعم، انتهى. صلى الله تعالى أعلم.